حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية في الجزء الثاني من جرامر الوحدة الثالثة، واللي بيكلم لي عن يوست تو. يوست تو اللي معناها اعتاد أن يفعل شيء في الماضي ولم يعد يفعله الآن. ركز معانا إن شاء الله النهاردة عشان تفهمها وتقدر تحل عليها في كتاب جيم وكمان في كتاب المعاصر. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي الطلبة، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن يوست تو. used to بمعنى اعتاد أن يفعل شيء في الماضي لكن لم يعد يفعله الآن. وفي فرق كبير لما أقول used to ولما أجيب الفعل نفسه في الماضي. يعني لما أقول used to يبقى الحاجة دلوقتي كان بيعملها زمان ودلوقتي ما بيعملهاش. أما لما أقول الفعل في الماضي، يعني قلت أحمد played football، غير لما أقول أحمد used to play football. أحمد played football يعني أحمد لعب كرة وعادي جدا ما انقطعش عن اللعب. إنما لما أقول أحمد used to play football، اعتاد أنه يلعب كرة، يبقى دلوقتي ما بيلعبش. تاني، used to بيجي وراها مصدر الفعل بدون اضافات، يعني ما ينفعش اجيب ورا used to فعل فيه اي اضافات شكل ing او فعل في الماضي مثلا، لازم يجي وراها مصدر. طيب وكمان used to بتعبر عن ان الفعل كان بيحصل في الماضي ودلوقتي ما بيحصلش. فمثلا لما اجي اقول he used to live in the countryside، he used to live in the countryside يعني اعتاد ان يعيش في الريف. طيب قال لي ده معناه ان he doesn't live in the countryside now، يعني معناه ان هو مش عايش في الريف دلوقتي، او ان في احتمال ان هو يكون died. يعني ايه died؟ مات. فلو مات او ان هو اتنقل للمعيشة في مكان اخر، فانا هنا بعبر عن الكلام بكلمة used to. يبقى used to live in the countryside يعني اعتاد ان يعيش في الريف. لاحظ ان used to جاي وراها مصدر الفعل، يعني ما ينفعش اقول used to living، ولا ينفع اقول used to lived، ولا ينفع اقول used to lives، لا لازم الفعل اللي يجي ورا used to يكون في المصدر. تعال نشوف المثال التاني. بيقول لي احمد used to watch too much TV، يعني احمد اعتاد ان هو يشاهد تلفزيون كتير. طبعا هنا ده معناه ان يا اما احمد انقطع عن مشاهدة التلفزيون، يا اما احمد بيشاهد التلفزيون بس مش بنفس القدر، ممكن يكون بيشاهد التلفزيون بس قليل. تاني، احمد used to، يبقى لاحظ التركيبة used to جاي وراها مصدر الفعل. تاني، احمد used to watch too much TV، احمد اعتاد ان هو يشاهد تلفزيون كتير. طيب used to اللي جاي وراها مصدر، ما ينفعش اقول watched، ما ينفعش اقول watching، لا لازم يكون مصدر الفعل. تعال نشوف بيجيلي في الاختيار ازاي. يقول لي he used to listen or listening or listens to music. هنا هبص على كلمة used to، دي معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي ودلوقتي ما بيعملوش. عرفنا خلاص ان used to لازم يجي وراها مصدر الفعل، فبالتالي لازم اقول used to listen. listen هو مصدر الفعل لان ما فيهوش اي اضافات. listening في ing، listens فيها s، فبالتالي لازم اقول he used to listen. تعال نشوف المثال الثاني. يقول لي ساره used and played tennis. طبعا هنا طالما جاب لي عاده في الماضي، العاده اللي في الماضي بعبر عنها بكلمه used to. used to مش use ولا used من غير to، فهقول ساره used to play tennis. طيب في الاخطاء ممكن تجي لي ازاي؟ قال لي في الاخطاء بيقول لي هاني used to run fast when he was young. طبعا لما اقول لي الخطا هنا فين، اكيد هقول له في ran. ليه يا حبايبي؟ لان used to بيجي وراها مصدر الفعل مش الفعل في الماضي، فبالتالي هقول هاني used to run. تاني، هاني used to run. ليه؟ لازم اجيب ورا used to مصدر، او ان هو يجيب لي الفعل في المصدر ويقول لي هاني used to run ويقول لي اكتشف الخطا. هقول له ايوه الخطا هنا هيبقى في كلمه use. ليه؟ لان used to هي اللي بتعبر عن عاده في الماضي، لازم تكون used مش use. فاذا هقول له هاني used to run. تاني، هاني used to run. طيب قال لك لما ننفي used to بتبقى didn't used to، لان used to عاده في الماضي فالنفي بتاعها بيكون بdidn't، وبرجع used لاصلها اللي هو used، فبالتالي نفي used to هتبقى didn't used to. وطبعا didn't used to هلاقيها عكس used to، يعني معناها لم يعتاد ان يفعل شيء في الماضي بس دلوقتي بيعمله. تاني، didn't used to معناها لم يعتاد ان يفعل شيء في الماضي ولكنه يفعله الان. بمعنى لو انا جيت اقول لك مثلا تعالى ننفي الجمله اللي فوق دي اللي هي he used to live in the countryside، يعني هو اعتاد ان هو يعيش في الريف. لو انا عايز انفي الجمله دي هبدا بالفعل بتاعي عادي خالص يا حبايبي اللي هو he، وبعدين احط didn't قبل use وارجع used لاصلها اللي هو
يوز، لاحظ ما ينفعش اقول didn't used، يبقى he didn't use، واجيب تو عادي خالص زائد المصدر، يبقى he didn't used to live in the countryside. تاني he didn't used to live in the countryside، يعني هو ما كانش معتاد ان هو يعيش في countryside في الريف. طب تفهم من الكلام ده ايه؟ قالك هفهم منه ان هو دلوقتي بيعيش في countryside. تاني هفهم منه ان هو دلوقتي بيعيش في countryside، يبقى used to اعتاد ان يفعل شيء في الماضي لم يعد يفعله الان. didn't used to لم يعتاد ان يفعل شيء في الماضي لكنه يفعله الان. يعني لو انا قلت لك احمد didn't use to smoke، يعني احمد لم يعتاد ان يدخن، تفهم من كده ايه؟ هقول لك افهم من كده ان هو دلوقتي بيدخن. تاني لما اقول لي احمد didn't use to smoke، لم يعتاد ان يدخن، هقول لك بفهم من كده ان هو بيدخن دلوقتي. يبقى تاني يا حبايبي لازم افهم ان used to اعتاد ان يفعل شيء في الماضي دلوقتي ما بيعملوش، اما didn't used to ما كانش متعود يعمل حاجه في الماضي ودلوقتي بيعملها. عشان كده مهم جدا يا حبايبي لما يجيب لي used to و didn't used to الاثنين في الاختيارات لازم اكمل لاخر الكلام عشان اعرف هو انا عايز النفي ولا الاثبات. يعني لما يجي يقول لي جمله بالمنظر ده في الاختياري، يجي يقول لي يارا used to or didn't use to play tennis، وبعدها يقول لي now الان she does، دلوقتي بتعمل الكلام ده. قال لك طالما قال لي في الاخر يا دلوقتي بتعمل الكلام ده يبقى مش ممكن اقول used to اعتادت ان تفعل شيء، لان لو اعتادت هي تفعل شيء يبقى دلوقتي مش هتعمله. طب طالما دلوقتي بتعمله يبقى ما كانتش متعوده ان هي تعمل الكلام ده، فهنا لازم اقول didn't used to. تاني didn't used to يعني ما كانتش متعوده ان هي تلعب تنس انما دلوقتي بتلعب. طيب مهم جدا يا حبايبي ان انا اعرف ازاي استخدم used to في السؤال. قال لك السؤال احنا عارفين ان في نوعين من السؤال اللي هو yes and no question وكمان ال WH question. هناخد ازاي used to بتيجي في السؤالين. قال لي في السؤال الاولاني اللي هو بيبدا بفعل مساعد هلاقي الفعل المساعد بتاعي did، وبعد كده هجيب لي السبجكت اللي هو الفاعل، وبعد كده هجيب لي used to. خلي بالك برضو انها use لان فيه did، وطالما جبت did لازم ارجعها لاصلها، وبعدين اجيب الانفينيتيف اللي هو فعل اللي في المصدر واكمل عادي خالص، وهنا هجاوب عليها ب yes or no. يعني لما اجي اقول لك did you use to be naughty when you were young، يعني هل انت اعتدت انك تكون شقي وانت صغير؟ طبعا هنا لو انا اعتدت ان انا اكون شقي اكيد هقول yes واطلع ابدل عالي خالص يبقى yes I did. طب لو ما كنتش شقي هقول no I didn't. تاني هقول no I didn't. يبقى لاحظ ان did لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل، وبيجي معاها used to، ما بيجيش معاها used to. خلي بالك بيجي معاها use من غير دي ما بيجيش معاها used اللي فيها دي. طيب السؤال الثاني قال لي السؤال الثاني بيبدا باداه استفهام. طب واداه الاستفهام هنا اللي هي ال WH question، قال لي هيجي وراها برضو did، وبعدين هيجي السبجكت بتاعي اللي هو الفاعل، وبعد الفاعل قال لي هيجي used برضو. لاحظ ما ينفعش اجيب used في السؤال، وبعدين to plus الانفينيتيف يعني to زائد المصدر واكمل عادي خالص. يعني لما يجي يقول لي what did سما use to do، يعني ماذا اعتادت سما ان تفعل when she was young، يعني ماذا اعتادت سما ان تفعل وهي صغيره. طبعا هنا هنقول مثلا ان سما كانت بتخبي الجزمه بتاعت باباها، فهقول she، طبعا بعوض بيها عن سما واقول she used to. خلي بالك لما جيت اجاوب جبت used، ما ينفعش اسيبها لان لما يكون السؤال في الماضي اجابتي لازم تكون في الماضي، يبقى she used to hide her father's shoes، يعني كانت متعوده ان هي تخفي جزمه باباها. يبقى لاحظ يا حبايبي في السؤال دايما هلاقي did طالما بسال عن عاده في الماضي، وهلاقي اللي معاه يا حبايبي used to.
عشان كده لو جاب لي اي اجابه في الماضي والاجابه دي فيها يوز تو، قال لي يبقى السؤال على طول الفعل المساعد بتاعي ديد. يعني لما يجي يقول لي يس اي يوزد تو ران فاست وين اي واز يونج، يعني ايوه انا اعتدت ان انا اجري بسرعه وانا صغير. طيب هنا طالما الاجابه بيس يبقى السؤال بتاعي هيبدا بفعل مساعد، الفعل المساعد بتاعي هنا اكيد هيكون ها ديد. ليه يا مستر ديد؟ قال عشان في هنا يوزد، اي هتتحول ليو فاذا هقول ديد يو. طب وبعدين لازم ارجعها لاصلها اللي هو يوز تو، فاذا هقول ديد يو يوز تو واكمل عادي خالص ران فاست وين. بس خلي بالك من التكمله لان في ناس كتير بتقول وين وير يو، هقولها غلط. انا خلاص عملت السؤال هنا هيحصل تحويلات بس ولكن بدون تبديل، يعني اقول when you were young. when you were young يعني هل انت اعتدت انك تجري بسرعه لما كنت صغير؟ وبكده يبقى انا قدرت استخدم used to اللي هي اعتادا و didn't used to اللي هي لم يكن معتادا، وعرفت ايه الفرق في المعنى وكمان ازاي بتيجي في السؤال سواء كان السؤال بيبدا بفعل مساعد او السؤال بيبدا باداه استفهام. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت انزل اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس انزل فعل الجرس عشان يجيلك كل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.